شهدت محافظة مطروح هطول أمطار غزيرة مصحوبة بحدوث عواصف رعدية، وذلك نتيجة تأثر المنطقة بمنخفض جوي عميق. وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن السحب الرعدية تؤثر بقوة على المحافظة، ما أدى إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وسط توقعات بأن تستمر هذه الأمطار خلال الساعات القادمة وتشمل المناطق الداخلية للمحافظة. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس معتد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على معظم محافظات ومدن الجمهورية في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.